على الحب والمودة نلتقيكم مشاهدينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دائما وأبدا وبياكم أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم نلتقي لنرتقي. طبعا اليوم في هذه الحلقة سنتحدث عن الحجاب الشرعي بالنسبة لطالباتنا وأيضا للاحتشام والأخلاق بشكل عام لطلابنا الأحبة، ومعنا أيضا ضيف عزيز الأستاذ المساعد الدكتور عزام الربيعي تدريسي في كلية العلوم الإسلامية جامعة وارث الأنبياء. حياكم الله دكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. حياكم الله دكتور. يعني بدءا لو نتحدث عن أصل الحجاب، أصل التشريع في الحجاب، هل التشريع يعني ينص على الحجاب الموجود اليوم أم هنالك رأي آخر؟ يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في البداية، قضية الحجاب هذا أمر مفروغ من وجوبه في الإسلام، بل أكثر من ذلك وجوبه في الشرائع السماوية السابقة أيضا جميعا، يعني قضية من ضمن المسلمات، يعني نكران حتى صار الأمر إلا أنه ضروري من ضرورات الدين، حتى أن نكران وجوب الحجاب كنكران وجوب الصلاة أو الصيام، والذي يقتضي كما هو معروف الارتداد أو الحكم بالارتداد على الشخص الذي ينكر أصل هذا الوجوب. إلى هذا الحد مسألة مفروغ عنها وغير مختلف عليها في المذاهب الإسلامية والفقهاء بهذه القضية، يعني بصورة عامة أصل وجوب الحجاب ومعظم الأدلة التي عليه، وكذلك كيفية هذا الحجاب الذي يعني يكون سببا ومقتضيا ل يعني إنهاء أو القضاء على الرذيلة في المجتمع، وأنه يقضي على هذه الظاهرة من الأساس ومن الجذور، بحيث يحرم النظر إلى المحرمات وإبداء الزينة التي تكون داعيا لماذا؟ لهذه الرذائل مثلا، والعلاقات المحرمة والممارسات المحرمة التي تتبع النظر. كل هذا الإسلام أكد عليه وقضى عليه من الأساس، يعني أكد على غض النظر قبل قضية الحجاب وفرض الحجاب وكيفية كون المرأة. النظر محرم، النظر المحرم حرام على الرجل كما هو حرام على المرأة، يعني فرض أمورا على الرجل كما فرضها على المرأة في قضية الحجاب، ولكن كل واحد من الرجل والمرأة له كيفية معينة، أحسنتم، له حدود معينة وكيفية معينة في الالتزام بهذا الحجاب، كيف يكون وما هي حدوده الطبيعية وأحكامه الشرعية. جناب الشيخ، خلينا نعرج على الأصول الشرعية والأدلة الشرعية فيما يتعلق بالحجاب. برأيكم يعني ما هي الأدلة الشرعية التي تفضي إلى الحجاب؟ يعني تعرفون الأدلة الشرعية تستند إلى القرآن والسنة، لنبدأ من القرآن، نعم، وكذلك سيرة المتشرعة باعتبارها من الأدلة اللبية في الاستنباط الشرعي، وكذلك يعني أدلة أخرى حتى ترجع إلى الأمارات في حالة غياب النص، نعم، والأصول العملية وإلى آخره. كل هذه المسائل يعني لو ترجع إلى حقيقتها تؤكد وجوب الحجاب، ولكن وكذلك الإجماع طبعا أيضا من الأدلة اللبية، الإجماع بالإضافة لسيرة المتشرعة، والتي لا تحتاج إلى تأييد جديد من المعصوم، باعتبار بس مجرد تحتاج إلى إيصال هذا الدليل الشرعي أنه سيرة المتشرعة متصلة بعصر المعصوم عليه السلام يكفي في الأمر، وهذا أمر مبحوث في الحوزات العلمية وحتى المجالات الأكاديمية الدينية كأدلة شرعية. لكن أهم ما في الموضوع هو القرآن الكريم، باعتبار أمر متفق عليه بين جميع المسلمين، وأنه الدليل الأول عند الجميع، ونصه يعني قطعي كما هو معروف، وإن كان هناك اختلاف في دلالة هذا النص والاستنباط وكيفية الأحكام، خصوصا في مثل أحكام التي تخص الأحكام الشرعية، يعني الحجاب وكذا، اللي يسموها آيات الأحكام، اللي تبلغ تقريبا 500 آية في القرآن الكريم.
ومنها آيات تتحدث عن الحجاب، إما بلفظ الحجاب نفسه من وراء حجاب مثلا كما كانت في الآية الكريمة وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وإما لا يعني مو كلمة حجاب وإنما ما يدل على الحجاب من الاحتجاب ومن العفاف للمرأة، وكما هو أيضا عفاف مفروض على الرجل. الآيات الكريمة في سورة النور الآية 30 للرجال والآية اللي بعدها آية 31 للنساء، وهذا أيضا يعني مفروغ عن الاستدلال به، ولكن هناك اختلاف جزئي إذا ممكن أن نشير له بعدين. نعم تفضل. لكن الآية الكريمة يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الآية اللي بعدها مباشرة طبعا هذا هناك لعلها حكمة أيضا يشير لها بعض المفسرين في أنه الأمر توجه بالحجاب والعفة للرجال قبل أن يوجهه للنساء، ربما حتى لا يكون هناك اعتراض من بعض النساء، لماذا هل نحن فقط النساء مأمورون بالعفة والحجاب وبينما الرجال أيضا لابد أن يؤمروا بذلك أيضا، بل هم معنيون بالمقام الأول، لأنه يعني عادة ممكن أن يكون هذا التجاوز الحد الشرعي من الرجال كما يمكن أن يكون من النساء، ولربما الرجال أحيانا يعني هم المتسببين في ذلك. القرآن الكريم كأنما رد على هذه الاعتراضات المفترضة أو المتوقعة بمثل هذه الآية الكريمة، جعلها أيضا وقدمها على آية النساء وأعطى أمرا نبويا عاما أمرا إلهيا للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذه حجاب الرجل وطبعا يحفظوا فروجهم أذن الفرج وعبارة عن عورة الرجل، وعورة الرجل كما يقال أنه يجب أن يستر عن النساء الأجنبيات يعني عنه عن غير المحارم، الرأس مسموح به لكن فقط معذرة جناب الشيخ. أحسنتم، معذرة جناب الشيخ، معذرة يعني بعض النساء تعترض، بعض النساء تعترض تقول أنه الشريعة طبقت علي أحكام أكثر من الرجال، يعني ممكن أن هنالك مساحة مثلا للرجل أكثر من المرأة، كيف تجيب؟ من الطبيعي يعني هل يعني يريد بعض النساء مثلا أن يكون هناك أمر للرجال أن يغطوا شعر رأسهم مثلا؟ هذا أمر يعني مفروغ منه، يعني يمكن أن يكون الكل يغطي بنفس الكيفية، وكل واحد من الجنسين له خصوصياته وله مسؤوليته في المجتمع وله حد معين من الغرائز المعروفة وله ميوله وطبائعه، لابد أن يكون أمر. كثير من الأحكام تختلف، يعني لماذا فقط في هذه المسألة وإن كان في أساسها لا يوجد اختلاف، ولكن في تفرعاتها وتفاصيلها هناك بعض الاختلاف. مثلا في قضية النساء أيضا يعذرن في أيام العادة الشهرية المعروفة يعذرن من الصلاة، الصلاة معفين عنها، وكذلك كل العبادات وحتى الصيام، لكن الصيام تقضيه بعد ذلك، أما الصلاة حتى هي غير يعني واجب عليها أن تقضي الصلاة. هل هنالك شكل محدد؟ هل يطالب الرجل أن يعفى من الصلاة مثلا 6 أو 7 أيام في الشهر أيضا في المقابل؟ بالتأكيد لا. أكيد كل واحد له فلسفته الخاصة. نعم. وخصوصياته ويعني نعم. ميوله جناب الشيخ الخاص. جناب الشيخ أحسنتم كثيرا. بخصوص أحكام الحجاب، يعني هل هي ثابتة أم متغيرة؟ يعني بعض الأحكام ربما تتغير تبعا لتغير المناخ وتطور أحسن أو الموضوع أو بتعبير الزمكان مثل ما يعبرون اليوم. هل الحجاب أيضا يخضع لهذا القضية؟ يعني الحجاب قبل 100 سنة هو ليس الحجاب اليوم، يعني هل قضية الحجاب أيضا تخضع للزمكان للزمان والمكان؟ طبعا هناك فرق بين أنه أصل الحكم تغير أو بعض تفاصيله الفرعية تغيرت، يمكن أن حتى في الثوابت تتغير بعض التفاصيل الإجرائية اللي يمكن أن نطلق عليها البسيطة والتفرعات القليلة اللي ممكن أن تكون حسب الزمان حسب المكان حسب الطبائع حسب الوضع العام والظرف العام، ولكن أصل التشريع هذا ثابت، ليس هناك تغير في الموضوع، موضوع المرأة هي مرأة وموضوع الرجل هو رجل مهما كان، سواء قبل 1400 سنة أو منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى يومنا وإلى يوم القيامة الموضوع موجود، وهذه المثير لهذه الغرائز موجود، بل ربما تعاظم أكثر وكان هناك مقتضي أكثر للمزيد من الحجاب والالتزام بذلك، وكل هذه الأمور موجودة. نفسية الإنسان هي نفسها،
تجد انه كل الامور النفسيه والسيكولوجيه ممكن يعبر عنها الموجوده عند الانسان هي من الثوابت عند الانسان الذي تحدث عنه امير المؤمنين عليه السلام قبل 1400 سنه هو نفسه ينطبق على انسان اليوم في قضيه الميول النفسيه والامراض النفسيه وكيفيه علاجها وكيفيه هذه كلها نسمع من الثوابت لكن احسنتم الشريعه كما تعرف فيها ثابت وفيها متغير الثوابت كثيره وتحدث عنها القران الكريم تحدث عن رسول الاكرم صلى الله عليه وسلم وتحدث حلال محمد حلال ابسط شيء حلال محمد حلال الى يوم القيامه وحرام حرام الى يوم القيامه حرمه بعض الاكلات مثلا لحم الخنزير وشرب الخمور واجلكم الله وهذه المفاسد الكثيره والخبائث حرمتها ثابته ممكن انه ياتي يوم ونقول الخمر اصبح حلالا او مثلا لحم الخنزير اصبح حلالا او الميته اصبحت حلالا والى اخره كذلك حكم وجوب الصلاة مثلا ووجوب الصيام في شهر رمضان لا يمكن أن نقول له أنت الآن رغم عدم وجود عذر شرعي لك يمكن أنه لا تصوم في هذا الشهر طيب الشريف جناب الشيخ أحسنتم هل تؤمن بوحدة المفهوم وتعدد المصداق جناب الشيخ طبعاً هل تؤمن بهذه النظرية؟ هذه بصورة عامة صحيحة إذن الحجاب مثلاً متعددة. نعم هنا سؤال ينبثق من هذه القاعدة وهي أنه مصادق الحجاب ربما في الغرب تختلف عن اليوم يعني أنا اليوم المرأة المسلمة هل تستطيع أن تتخلى عن حجابها مثلا في الغرب على اعتبار أنه التخلي عن الحجاب هنالك لا يورث شيء من العادات النفسية والغرائز وإلى غيره فتعتقد أنه يجوز للمرأة أن تسلك سلوك هؤلاء القوم بلحاظ أنها أن ما تظهره لا يثير غرائز ولا شيء من هذا الأمر أيضا في المقابل أوجه لك سؤالا هل يجوز لنا ونحن في نعيش في مجتمع مثلا في مدينة من المدن العربية أو الإسلامية أكثر الناس فيها لا يلتزمون بالصلاة مثلا أو بصلاة الصبح دعنا من بقية الصلوات صلاة الصبح وهذا حد متيقن يعني لا تجد مدينة بكاملها تلتزم بصلاة الصبح فهل نحن أيضا يسمح لنا أو يجوز لنا شرعا أن نترك صلاة الصبح أو نؤخرها وندمجها مع صلاة الظهرين مثلا أو العشاءين اعتمادا على هذا الأمر الدنيوي الوضعي الموضوعي المتغير الذي يمكن أن يكون أنت يجب عليك أن تلتزم أكثر يعني حتى تكون قدوة للآخرين في ذلك حتى تعلم الآخرين في ذلك لا أن تنساب وتجري مع التيار كما يقال وتعمل كما يعمل هؤلاء الآخرون الغير ملتزمين بهذا الأمر بل بالعكس عارة ما نقول هذه المقولة المشهورة ينتشر الهدى من حيث ينتشر الضلال عندما تجد ضلالا معينا سواء في الغرب أو في مدننا أو في أي حاضرة من حواضر العربية والإسلامية لابد أن يكون وظيفة الإنسان المؤمن أن يكون هو ملتزم بل أكثر التزاما بل يكون قدوة في ذلك وإذا كان يؤثر عليه مثلا على سبيل المثال جناب الشيخ هاي الأسئلة اللي أطرحها أنا الآن هي موجودة الآن في الساحة تدور ولذلك أطرحها على جانبك على اعتبار أنك متخصص في الجانب الأكاديمي وفي الجانب الحوزوي لذلك نحاول أن نقف عليها ونجيب على هذه التفاصيل البعض اليوم يعزي إلى مسألة عذرا يعني اللفظ التعري مثلا في الغرب يقول أنا ما عندي بد غير أن أسلك سلوك هؤلاء حتى أقدر أعيش معهم فكيف توجه يعني كيف تنظر الشريعة إلى مثل هكذا ممارسة يعني أيضا ترجع إلى نفس القضية السابقة قبل قليل أنه نحن عندما نعيش في الغرب إذن علينا أن نتحلل من بعض الالتزامات الشرعية جريا وراء الأغلبية اللي موجودة مثلا في ذلك المكان وهذا أمر خاطئ جدا يعني لا يمكن الإسلام عندما جاء أيضا جاء غريبا عندما جاء في زمن الجاهلية وكانت الجاهلية هكذا يعني تعمل الفواحش والمنكرات وإلى آخره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أحدث صيحة في ذلك العالم وأحدث تغييرا جذريا واقعيا حقيقيا وتحمل من ورائه التهم وصلت إلى حد ليس فقط الحرب النفسية والحرب الشخصية وإنما حرب عامة حروب شنت عليه وكان يدافع عن نفسه في بدر وأحد وحنين إلى آخره وأعطى شهداء وأعطى دماء وكان كلما يعني يزداد الحاجة إلى الصبر لأنه هناك مصاعب كثيرة وأعداء كثيرون وأساليب شيطانية متلونة في محاربتك ومحاربة نهجك السليم لابد أن تصبر وتثبت هنا يأتي معنى الصبر وإن الله مع الصابرين والله سبحانه وتعالى نعم أولئك يعني أحب الله وأولئك تنزل عليهم الرحمة جميل هذه
يعطيه في مثل هذه المواقع والأجر على قدر المشقة كما هو معروف. لابد أن يتحمل يعني، وكما في الحديث الشريف أيضا خير الأمور أحمزها، يعني أشدها، كلما كانت شديدة أكثر وتحمل المؤمن من ورائها المزيد من المتاعب وصبر عليها وثبت على دينه واستقامته، في المقابل أكيد أن الله سبحانه وتعالى يسدده أكثر. وأما التوفيق في مثل هذه وعدم التوفيق في مثل هذه، أدت نتيجة ما أعطت نتيجة، هذا أمر آخر خارج عن القدرة. كما يقول الشاعر، على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا. خلينا على جناب الشيخ، على دوركم أنتم كرجال دين تمثلون الدين طبعا حقيقة، هل ترى الحجاب اليوم مستوفا للشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله ووضعها الأنبياء والأئمة سلام الله تعالى عليهم؟ أحسنتم. بالنسبة إلى دورنا، هو دوركم أيضا، يعني نحن صحيح متصدين في المقام الأول، لكن أنا أعترض على قضية أنه نحن نمثل الدين. الدين لا يتمثل بشخص ولا بمجموعة أشخاص ولا بدولة معينة ولا بجهة معينة، الدين قائم بذاته، وكل من ينتمي إلى ذلك الدين وكلهم بحسبه يمثل ذلك الدين. نقول المختصين في الجانب الديني، نقول المتصدين يعني. مثلا المتصدين لقضية بيان الأحكام الشرعية والعقائد الصحيحة ورد الشبهات وتوعية الناس. ربما المصطلحات ما جيتها بشكل صحيح، هذا اللي كثير من الناس يقولون يعني. هذا كثير من الناس يقولون هذا الأمر، ويحملون أكثر من طاقتنا ويحملون أكثر من وبعد ذلك هذه مسألة خطرة، ربما يشتبه أحدنا، وهذا أمر طبيعي باعتبار ليس معصوما في أي شيء، عقائد فكرية ثقافية أو عملية في التعامل وغيره، تحسب على كل الدين ويروح يضرب عرض الدين ويعني عرض الحائط ويضرب الدين عرض الحائط ويكون سببا له أو مبررا وإن لم يكن صحيحا وشرعيا في ماذا؟ في ترك الدين الصحيح، لأنه ممثل الدين الفلاني هو أيضا أخطأ كذا وعمل كذا، هذا ليس بصحيح وهذا له يعني تبعات خطيرة وغير صحيحة. فإذا نعود على قضية أنه أنتم يعني تبلغون أحكام الدين وأنتم في المقام الأول في هذا المجال متصدين لهذه القضية، صحيح، ولكن تعرف أنت هذه المسألة تابعة لكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي موجود في كل الرسائل العملية لجميع الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين إن شاء الله. هذه القضية أمر معروف والنهي عن المنكر، فالأمر معروف والنهي عن المنكر هل مسؤول عنه جهة واحدة شخص واحد أو لا؟ هو أمر للجميع، طبعا هو من يعني هو أمر للجميع، يصبح أحيانا واجب عيني على الجميع أن يمارسوه لكي يعني تنقضي أو تنتهي أو تزول تلك الظاهرة السلبية والمنكر المعين، وأحيانا لا يمكن أن يكتفى بالبعض إذا كانوا قد أدوا ماذا؟ أدوا الواجب الذي عليهم وانتهى ذاك المنكر بهم، إذا كان منكر قد زال بمجموعة معينة فبها ونعمت، ويكون ذلك الواجب كما هو معروف بالشرع واجب كفائي، يعني يسقط وجوبه عن الآخرين ما دام قد تصدى له البعض وقد كفى ووفى. نعرج للسؤال الآخر، هذا المسألة الكل مسؤول عنها، نعم. أنا وأنت مسؤول عنها، وكل مؤمن وملتزم بالدين لابد أنه يدعو إلى هذه القضية. نحن نقوم ونعمل بكل ما نستطيع ونحاول بمختلف الأساليب حتى أنه لا تكون مثلا أسلوب جارح لهذا أو ذاك أو أسلوب جارح لتلك الفتاة أو هذه الفتاة، ولكن ليس الأمر متعلق بنا فقط، المتعلق بشطرين أو بأمرين أو بجهتين كما يقال في الفلسفة الفاعل والقابل. كلكم راع وكلكم مسؤول. الحديث النبوي الشريف. أحسنت. واضح جدا، واضح جدا. ننتقل للسؤال الآخر. اليوم احنا موضوعنا يصب في قضايا الجامعة والطلاب وإلى آخره. اليوم طالباتنا دكتور، وأنت أستاذ جامعي وفي الجامعة، تشوف أنه مستوفيات للحجاب الشرعي، تشوف أنه حجابهم مفضي إلى قضايا الحشمة والاحترام؟ طبعا هو هذا سؤالكم هو ينم على ما بعده، يعني سؤالكم هو يجيب على أيضا هذه القضية، باعتبار لو لم يكن ما وراء هذا السؤال هو أمر سلبي معين لما كان هناك مثلا جزء مخصص. ممكن أكون مبالغة، ممكن أكون مبالغة لا أبدا بالعكس. ماكو مبالغة. الموجود حاليا مؤسف
أنا أقول لك وأنا في يعني وسط هذا المجتمع وانعكاس لحالة خاصة في 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 مجتمعات حتى لو ليس في مدننا المقدسة المباركة، ربما هناك الحجاب شائع بشكل كبير وأماكن العتبات المقدسة، ولكن بصورة عامة في المدن موجود هذا، وده ينعكس في الجامعة، بل أكثر من ذلك بعض طلاب الجامعة، سما أقول طالبات كما تفضلت، طلاب طالبات وطلاب الجميع يعني ذكور وإناث والأناث كلهم يعني أو خلينا نقول الكثير منهم، لا نقول كلهم لا يعني هذا ليس بإجحاف بحق الآخرين، كثير منهم وليس أكثرهم إن شاء الله هم من يعتقد أن أجواء الجامعة لابد أن تكون أجواء منفتحة ومتحللة عما في المجتمع من 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 قيود قد يعتبرها وتقاليد وعادات ونظم والتزامات، هنا في الجامعة خلونا براحتنا كما يقول بعض، يعني بعض أسمعنا هكذا البعض طالب أن ينتقل إلى جامعة أخرى مثلا، لماذا؟ يقول مثلا أن هذه الجامعة تقيدنا، تطلب منا شيء آخر، أن ممكن أن نأخذ راحتنا في جامعة أخرى، عجيب يعني، بينما حتى في الجامعات الأخرى هناك نفس النظم والمقررات موجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل موجودة حتى في زمن نظام الدكتاتوري البائد إلى هذا الحد، هو يعني لابد من التزام كان في أنا يعني كنت طالب جامعة أيضا وكلية هندسة وأعرف هذا الموضوع كله بشكل جيد، يعني كانوا يطالبون من الباب الرئيسي للجامعة من البوابة والاستعلامات أنه نلتزم بالزي الموحد، واللي ما يلتزم بالزي الموحد سواء كان بنات أو ولد يحاسبه الأستاذ في القاعة ويخرج من القاعة ويسجل غايب، يعني هالحد الكلام طويل، نلبس زي محتشم وزي هو بالألوان المطلوبة، وحتى البنات أحيانا يسهلون البنات وأحيانا، وطبعا يصير بها أحيانا هذه القضايا، لكنه أقول جذورها من ذاك الزمان وهذا أمر طبيعي وموجود في حتى في دول أخرى وجامعات عالمية، وهناك زي موحد، زي مو على الأقل التزم بهذا الزي الموحد، يعني هذا الزي كما هو مثلا عندما تكون عسكريا تلتزم بزي عسكري موحد، عندما تكون مثلا في الشرطة هناك زي كلمة خاص، كلمة بدقيقة لك زي خاص، كلمة بدقيقة، احنا وقتنا جدا ضيق، نعتذر جدا وإلا هو الموضوع كبير ويجب أن أحسنتم، لكن إن شاء الله في يعني مواضع أخرى إن شاء الله نتحدث بشكل مستفيض إن شاء الله، لكن بدقيقة واحدة شنو توجه كلام لبناتنا وأخواتنا في الجامعة بدقيقة واحدة أختم به البرنامج. بدقيقة واحدة وجزء أقل من دقيقة إن شاء الله، شيء واحد أقول، طالب الجامعة ذكر أو أنثى، طالب الجامعة عندما يدخل إلى الجامعة لابد أن يضع نصب عينيه أن هذه مؤسسة تعليمية ثقافية متصدية للواقع الاجتماعي، ومسؤوليتها الأولى هي النهضة بالمجتمع وبالبلد بصورة عامة وتطوير هذا البلد وتصدير خبرات وطاقات جيدة فعالة، ليس هذا مكان للعلاقات مثلا والخاصة والعامة، وليس هذا مكان للتبرج، وليس هذا مكان للانحلال عن بعض القيود والالتزامات الشرعية والاجتماعية، لابد أن يضع من البداية، إذا وضع في نصب عينه هذه المسألة راح يستقيم الوضع في الجامعة وفي غير الجامعة. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ المساعد الدكتور عزام الربيعي تدريسي في كلية العلوم الإسلامية جامعة وارث الأنبياء، شكرا جزيلا لك جناب الدكتور. شكرا لكم بارك الله. والشكر موصول لكم أيها الأحبة لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.